بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ألف ألف مبروك لكل الأهلوية. ولكن قبل ما أقول لكم ألف مبروك، عايز أقرأ حاجة مهمة جدا 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 لمن لا يعلم أو لمن لا يعرف عن قانون كرة القدم. مدة المباراة في كرة القدم 90 دقيقة. يعني إيه؟ يعني المادة السابعة من قانون لعبة كرة القدم، المادة السابعة من قانون لعبة كرة القدم لأمام حضراتكم بتقول إيه؟ مدة المباراة، تلعب المباراة على مدار شوطين متساويين لمدة 45 دقيقة لكل منهما، ويمكن تقليصه بالاتفاق بين الحكم وكل فريق قبل بداية المباراة ووفقا للوائح المسابقة. وبعض بقى الحاجات الأخرى، إن استراحة ما بين شوطي المباراة، تعويض عن الوقت الضائع، وكذا وكذا وكذا. في النهاية اللي أنا عايز أقوله من البند رقم 7 في قانون كرة القدم، أن مباراة كرة القدم، مباراة كرة القدم في أي في العالم كله هي 90 دقيقة وليست 45 دقيقة فقط. يعني عشان حضراتكم بس تبقوا عارفين، وللي مش عارف أو للي مش عايز يعرف يعرف، مباراة كرة القدم بتبقى 90 دقيقة. 90 دقيقة دول لما بيخلصوا بتحتسب نتيجة المباراة. يعني الشوط الأول خلص 0-0، الشوط الثاني خلص لأي فريقين بقى؟ لأي فريقين. خلص 2-0، يبقى الفريق اللي جاب جونين في الشوط الثاني هو اللي كسبان. أو لو المباراة انتهت 2-0 في الشوط الأول، أو الفريق كسب 2-0 في الشوط الأول وما جابش جوان في الشوط الثاني، يبقى الفريق كسبان 2-0. إذن النتيجة بتحتسب بنهاية المباراة، بنهاية 90 دقيقة. أول لما الكابتن محمد عادل في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة مثلا صفر، فإذن النتيجة 5-3 وليست نتيجة أخرى. الثلاثة نقاط راحوا للنادي الأهلي، ما راحوش لنادي الزمالك. لبس كل الناس، لان انا الحقيقه خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا او بعد مباراه الاهلي والزمالك الاخيره سمعت كلام كتير جدا، منها مثلا ان في بعض طرق اللعب اتغيرت، بقى ممكن تلعب 11 لاعب بعيدا عن حارس المرمى، ممكن تلعب ب 11 لاعب في الملعب. طرق مختلفة كثيرة جدا اتقالت، وكلام كتير جدا اتقال خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. يعني من ضمن الكلام اللي اتقال، قال لك ايه؟ قال لك يا سلام لو الكرة اللي كانت جت في العارضة، ولا اللي مش عارف اللي شالها الشناوي كانت دخل الجون، كان الموضوع اتغير. يا جماعة ما هو طيب، ما هو بالعقل، بالعقل. يعني كل الكلام اللي احنا عمالين نسمعه بقالنا يومين كلام غريب وغير منطقي، كلام غريب وغير منطقي. فمثلا انا سمعت مثلا ان لو ما كانتش ضربات الجزاء اتلعبت او اتحسبت، كان الماتش بقى 3-2 لصالح الزمالك. طب خلاص بقى ما نشيل ركلات الجزاء بتاعه الموسم السنه اللي فاتت، وكانوا كتير قوي وكان معظمهم الصح. فكلام غريب جدا الواحد بيسمعه. ويعني مثلا برضو من ضمن الكلام اللي بيتقال، يقول لك ايه؟ ان لو ديانج ما كانش جاب، طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي هم اللي بيقولوا هذا الكلام، لو ديانج ما كانش جاب الجون ده كانت النتيجه اتغيرت. طب لو مصطفى فتحي ما كانش جاب الجون ده كانت النتيجة اتغيرت لأكتر. الناس بتتكلم كلام لمجرد ان انا اسكت الجمهور بتاعي بس، مش عشان حاجة تانية. انا ماليش علاقة طبعا بالكلام ده، انا كل اللي يخصني النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بخمس اهداف مقابل ثلاث اهداف لصالح نادي الزمالك. فالحقيقة اليومين اللي فاتوا كلنا كأهلاوية مبسوطين، كلنا فرحانين، كلنا سعداء. لكن زي ما قلت لحضراتكم، المشكلة في قانون كرة القدم. وبالمناسبة في آخر اللائحة مكتوب إيه؟ قانون كرة القدم 2020 أو 2021-2022، أهو آخر سطر خالص اللي حضراتكم شايفينه. يعني المباراة بيتحسب نتيجتها كام؟ بعد ما الدقيقة 90 تخلص أو بعد ما الحكم يصفر في نهاية المباراة. لكن كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو إلا، مش عارف اقول ايه الحقيقه لان دي حاجه ما تخصنيش فمش هقدر اتكلم فيها، ولكن هو ده اللي حضراتكم شفتوه، هو قانون كره القدم 2020 او 2021-2022. دي اخر حاجه وصلت لنا في كره القدم، ان المباراه بتنتهي بعد نهايه حكم او صفاره حكم المباراه، مش بعد الشوط الاول
او بنحتسب الشوط الثاني بس او بنحتسب الشوط الاول بس. احنا بنلعبش سله ولا بنلعبش تنس ولا بنلعبش، لا ما بنلعبش طايره. الطايره الوحيده اللي بتتحسب بالاشواط بالمناسبه. فاقعد احسب بقى واقعد اتكلم واقعد اقول كذا واقعد اقول كذا. انا الحقيقه ببقى مستغرب جدا من هذا الكلام لانه كلام حتى غير منطقي، غير منطقي. لو كانت ركله الجزاء دي ما اتحسبتش او ركلتي الجزاء للنادي الاهلي، طب ما هو لو كان اتحسبت، لو كنا شلنا ركلات الجزاء بتاع السنه اللي فاتت كان الاهلي خد الدوري. كلام الحقيقه غريب جدا، ولكن في النهايه خلاص كل واحد هو حر وكل واحد عنده جمهوره يقدر يكلمهم ويقدر يتواصل معاهم بالطريقه اللي هو عايزها، وكلنا مبسوطين وكلنا فرحانين كاهلاويه يعني، كلنا مبسوطين كلنا فرحانين، لان شهر نوفمبر دايما، شهر نوفمبر بالنسبه لنا دايما هو شهر جميل جدا في كل حاجه. القاضيه ممكن كانت يوم 27/11، مباراه الدوري في اسبوعه الثالث ما بين الاهلي والزمالك واللي انتهت لصالح النادي الاهلي كانت في شهر نوفمبر، وبالتالي هو سويت نوفمبر. يعني كل الاهلاويه بيحبوا هذا الشهر لانه شهر ممتع وقريب من القلوب. الاهلاويه بس هم اللي بيحبوه. فخلينا نطلع نشوف تقرير عن نوفمبر الحلو، نوفمبر الجميل اللي كل الاهلاويه بيحبوه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير بالمناسبه رساله الى الاعلام المفترض ان هو محايد لانه كلام مهم جدا 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 انا عايز اقوله لحضراتكم، ولكن بعد هذا التقرير. وصل شهر نوفمبر انحيازه التاريخي للنادي الأهلي في التفوق بلقاءات القمة أمام الزمالك، بعدما أضافت الكتيبة الحمراء فوزا كبيرا يضاف إلى تاريخ ديربي القاهرة بنتيجة 5-3 في الأسبوع الثالث للدوري الممتاز. حلو شهر نوفمبر الحقيقه، كله حاجات جميله جدا وبطولات كثيره جدا جدا خلال شهر نوفمبر خدناها من زمان جدا لغايه دلوقتي. لما تيجي تقعد تفكر هتلاقي ان شهر نوفمبر ده من الشهور الحلوه جدا جدا زيه زي بقيه الشهور الحقيقه للنادي الاهلي. طيب رساله الى الاعلام المحايد. بالمناسبه انا النهارده الصبح، تاني يوم المباراه الصبح، المباراه كانت يوم الجمعه، السبت الصبح حضراتكم لقيت احد البرامج في احد القنوات بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن ايه، تخيلوا حضراتكم، مش هقول لكم ان هو بيتكلم عن عبقريه موسيماني مثلا او ان لعيبه الاهلي عملوا شغل كويس او ان موسيماني عمل شغل كويس ولكن اخطا في بعض الامور او ان الاهلي كان افضل بكتير من نادي الزمالك في هذه المباراه، لا سابوا كل ده وكلموا عن ايه. قرره يعني هو يوم المباراة، الماتش كان الساعة 8، الماتش خلص الساعة 10، فعبل ما طلعنا من الاستاد النادي طلع من الاستاد وموسيماني روح وبتاع، فموسيماني صحي الصبح قال
قال ايه؟ ده طبعا بناء على الكلام اللي كان موجود في اللي كان موجود طبعا في هذه القناه. كلام قال لك ايه؟ قال لك ان موسيماني قرر ان محمود كهربا معروض للبيع في شهر يناير القادم، او اول الراحلين في شهر يناير القادم. تخيل حضرتك، تخيل حضرتك، يعني حتى العنوان ما فيهوش منطق. اول خبر في البرنامج حتى العنوان ما فيهوش منطق. يعني ايه ما فيهوش منطق؟ يعني موسيماني امتى خلص الماتش وراح قعد مثلا مع الكابتن خطيب وقرروا، او مع لجنه التخطيط وقرروا تاني يوم الصبح السعر، وهو مشي الساعه 4 الفجر مثلا، خلاص هو مشي مبدئيا الساعه 4 الفجر، هو ركب طياره 4 الفجر، فهو وهو في الطياره كلم الكابتن خطيب وقال له يا كابتن والله، او لجنه التخطيط، وقعد معاهم وقال لهم انا اول الراحلين بالنسبه لي. تخيلوا حضراتكم السيناريو اللي اتعمل لمجرد ان تكسر فرحه جمهور النادي الاهلي، مش حاجه تانية، تكسر فرحه جمهور النادي الاهلي. ان انت بتتكلم عن منظومه كبيره، مفيش قرار بيتاخد غير بالاتفاق مع لجنه التخطيط ومع مشرف على كوره ومع كذا ومع كذا، وشرحناها لحضراتكم قبل كده. ده غير بقى اللي كان بيحصل قبل كده، ده غير اللي كان بيحصل يوم المباراه. تخيل، تخيل لكل واحد اهلاوي ان بعد نهايه المباراه الكل بيتكلم ان زعلانين جدا، الناس زعلانه جدا، مش ان الاهلي فاز، زعلانين جدا 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 ان النادي الاهلي ما عملش مباراه كويسه في اخر 10 دقائق، وسايبين ال 85 دقيقه ولا ال 80 دقيقه اللي كان الاهلي متفوق فيهم تكتيكيا وبدنيا ونفسيا وكل شيء. وعلى فكره احنا اتفرجنا على مباريات كتيره، بلاش للاهلي، لكل فرق العالم ايه اللي بيحصل معاهم؟ بيبقوا كويسين شويه وبيبقوا وحشين شويه، ولكن في النهايه مجمل المباراه ايه؟ مجمل المباراه ايه؟ انا عارف ان جمهور النادي الاهلي كان زعلان عشان كان عايز يكسب اكتر من 5 ويصل للرقم القياسي او للرقم اللي كل الاهلاويه بيحبوه اللي هو رقم 6 اللي اتعمل ايام مستر مانويل جوزيه مع جيل ذهبي الحقيقه، ولكن كل ده تمام. ولكن انا لما اجي اطلع احلل اتكلم على اللي موسيماني عمله من حاجات كويسه، ولا اتكلم على اللي موسيماني عمله من حاجات وحشه؟ ومحدش بيتكلم، قال من اللي بيتكلموا يعني، محدش فيهم بيتكلم قال مثلا ايه ان موسيماني كان كويس جدا في هذه المباراه لا 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 خالص، ان هو فاجئ نادي الزمالك ان هو بيلعب بهذه الطريقه اللي الكل قال ان هو مش هيلعب بيها لانه الزمالك غير الاسماعيلي، ده كلام الناس كلها، الواحد قاعد بيتابع الناس وكلام الناس، فالناس سايبه كل حاجه وبتتكلم عن تغييرات موسيماني السيئه من وجهه نظرهم، وسايبين الماتش اللي النادي الاهلي كسب فيه نادي الزمالك 5-3 5-3 وما بيتكلموش عن ان لا، يقول لك ايه اصله لو ديانج ما كانش جاب الجون ده، طب ما هو لو مصطفى فتحي ما كانش جاب الجون ده. هي كره القدم بالكلام ده؟ هي كره القدم بالتخيل بالتوقع؟ كره القدم مش بالتخيل ولا بالتوقع، كره القدم واقع، حقيقه، ارقام، مين اللي كسب في نهايه المباراه، مين اللي جاب الاجوان، مين اللي دخل فيه الاجوان، هو ده الكلام اللي يتقال. لكن لو ما كانش حصل الكلام ده، او لو ما كانش الكره دي دخلت، طب لو يعني الواحد يقول لو، لا هنقعد نقول لو كتير. كره القدم هي الواقع اللي قدام حضراتكم، الواقع اللي قدام حضراتكم ايه؟ ديانج جاب جون، وبعدين اتحسبت لنا ركله جزاء صحيحه 100%، علي معلول دخل حطها جون، وبعد كده جون تالت، وبعد كده جون رابع، وبعد كده جون خامس، دخل فينا تلات اهداف. نتكلم بقى في التلات اهداف دخلوا فينا ازاي. لكن لو ديانج ما جابش الكوره، ما هو لو مصطفى فتحي ما حطش وش رجله صح وراحت كده، امال هتقولوا ايه على اسيست السوليه؟ الاسيست اللي هيجي دلوقتي اللي قدام حضراتكم ده. طب لو السوليه ما كانش عمل الكوره بالطريقه دي، ولو ما كانش محمد شريف حطها كده، هي الاجوان دلوقتي بقت لو. اين الواقع؟ اين الحقيقه؟ الحقيقه اللي حضراتكم شايفينها على الشاشه دي هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه بس، مفيش حاجه تانيه. ان ديانج جاب الجون، التوقيت خدم، التوقيت ما خدمش. وبعدين انا شايف ان في يعني كلام بيتقال ان الحظ كان مع النادي الاهلي، طب حتى لو الكلام ده صحيح وان الحظ مع النادي الاهلي، ما الحظ لا ياتي الا للمجتهدين. هنقعد نعلم، قول ورايا، الحظ لا ياتي الا للمجتهدين، الحظ لا ياتي، اقعد اقول كده لغايه امتى؟ فكلام الحقيقه غريب جدا وكلام لا يليق الحقيقه. ادي للناس حقها وبعدين قول ان موسيماني غلط في كذا وكذا من وجهه نظر. على فكره وجهات النظر كلها قد تكون صحيحه،
وجهات النظر كلها قد تكون صحيحة، ولكن هو الراجل في دماغه حاجة تانية. يعني هل حضراتكم حد شاف أو حد قال مثلا إن بدر بانون جاله شد وطلع؟ حد قال إن أيمن أشرف جاله شد وطلع فأدي تغييرين اضطراريين عملهم بيتسو موسيماني في نهاية المباراة في الدقيقة 80 أو 81 عشان كده الدنيا قلت شوية عبل ما ياسر إبراهيم يخش وعبل ما محمد هاني وعبل ما الناس دي تخش في الجيم؟ ما حدش قال الكلام ده، قال لك اصل تغييرات موسيماني السيئه. اتقال كده هي اللي خلت الاهلي ما يكسب. طب هو انتوا زعلانين؟ الناس زعلانه علشان ايه اللي حصل؟ عشان الاهلي عفوا، انتوا زعلانين عشان الاهلي كسب ولا زعلانين عشان ايه؟ ولا كان المفروض نكسب اكتر من كده؟ انا مع حضرتك ان انا كنت المفروض اكسب اكتر من كده، ولكن الواقع والحقيقه اللي امام حضرتك ان احنا كسبنا 5-3 بس كده بدون اي حاجه. قول بقى ان لا التكتيك اللي كان صح، ان اكرم وعلي معلول، علي معلول من افضل مبارياته الدفاعيه، عمل مباراه رائعه من الناحيه الدفاعيه هيفهمها اكتر الناس التكتيك اللي بيشتغلوا في التكتيك، ان بيتسو موسيماني قفل كويس جدا على اجناح نادي الزمالك وبالتالي ادى الفرصه لفريقه ان هو يجيب الاول والثاني والثالث، وبعد كده رجعوا في المباراه 5-6 دقائق في اول الشوط الثاني، وبعد كده جابوا جون، بعد كده النادي الاهلي اليو ديانج جاب الجون الرابع، وهكذا. نقدر نتكلم بهذا الشكل، نتكلم تكتيك وفني، مش اصل تغييرات موسيماني سيئه كان المفروض نكسب 8-9. ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، ورسالة الحقيقة لكل الناس أو لكل الإعلام. يا جماعة من فضل حضراتكم، النادي الأهلي منظومة محترمة بتحترم الجميع، النادي الأهلي منظومة محترمة وبتحترم الجميع، من حق كل واحد يقول وجهة نظره، ولكن من فضل حضرتك اديني حقي، اديني حقي كنادي أهلي. قول لي إن الراجل عمل الشكل كذا والتحضيرات اللي ما قبل المباراة كانت بالشكل كذا، والاستوديوهات بقى اللي قبل المباراة كلها في الأسبوع اللي قبل المباراة كلها، أصل الزمالك أفضل بكتير من النادي الأهلي. أوكي، دي وجهات نظر ما أقدرش أتكلم فيها فنيا، ما عنديش مشكلة، أنا بتكلم بعد المباراة وأنا واقف في التكييف وبتاع، لكن ما قبل المباراة. لكن قول إن أنا عندي مدير فني كأهلي، النادي الأهلي عنده مدير فني كويس بيبقى مخطئ في بعض الأمور في كذا وفي كذا وفي كذا، صلحها بالناحية التكتيكية إن هو ضغط على أشرف بن شرقي وعلى أحمد أبو الفتوح من خلال أكرم ومن خلال أليو ديانج اللي كان بيصول وبيجول في الملعب كله، حمدي فتحي ودوره في التغطية يمين وشمال وفي نص الملعب، وعلي معلول والناحية الدفاعية، فحاجات كتيرة جدا، حاجات كتيرة جدا الحقيقة نقدر نقولها بهذا الشكل، ولكن تقطيع 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 كأن الأهلي اللي اتغلب. طب بس سؤال، هو لو كان الأهلي اتغلب 5-3 كان إيه اللي حصل؟ 5-4، أي 5، لو الأهلي اتغلب كان 5-3 5-4 كان إيه اللي حصل؟ كنتوا عملتوا إيه؟ إذا كنا كسبانين وعاملين ماتش رائع، معظمه رائع، لما تيجي تتكلم على مجمل الماتش، لأ الماتش هايل هايل باعتراف الجميع، باعتراف جميع المحقين مش الأهلاوية بس، المحقين. لكن لو لا قدر الله كنا اتغلبنا كان إيه اللي حصل؟ عموماً ماذا فعل موسيماني مع النادي الأهلي؟ خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن موسيماني أمام الزمالك في مشواره أمام نادي الزمالك، وبعد هذا الفاصل، بعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هرجع استقبل 4 من نقادنا الرياضيين الكبار، نقادنا الرياضي الأستاذ محمد القوصي والأستاذ خالد الإتريبي والأستاذ عبد الحكيم أبو علم والأستاذ أحمد أويس في ضيافة البيت الكبير. تشهد النتائج والأرقام والانتصارات للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك، وآخرها الفوز العريض بخمسة أهداف مقابل 3 في الجولة 3 للدوري الممتاز. موسيماني حقق الانتصار السادس له على الزمالك في 8 مواجهات لم تشهد سوى فوز وحيد للأبيض، وحضر التعادل في مرة واحدة، ليؤكد أنه المدرب الذي يجيد إدارة كل المواجهات وبكل الطرق.
مع صن داونز الجنوب إفريقي كانت أولى مواجهات موسيماني مع الزمالك، والتي وصلت إلى 4 مواجهات خلال النسخة ذاتها من دوري أبطال إفريقيا، ليفوز في اللقاء الأول بدور المجموعات بهدفين مقابل هدف، ثم في اللقاء الثاني ضمن الدور ذاته بهدف نظيف. وفي ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 يفوز موسيماني في جنوب إفريقيا 3-0، وخسر مباراته الوحيدة أمام الزمالك في الإياب بهدف نظيف لم يؤثر في نتيجة النهائي ليتوج بدور الأبطال. ومع الأهلي كانت المواجهة الأولى لموسيماني مع الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والفوز بهدفي عمرو السلية ومحمد مجدي أفشة القاضي ممكن، ليكون انتصاره الرابع على الأبيض. وفي الدوري الممتاز حقق موسيماني 5 انتصاراته في الدور الأول من الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 1-1، ليأتي هذا الموسم بالانتصار السادس للساحر الجنوب إفريقي وبخماسية. موسيماني رسخ العقدة بكل الطرق الفنية، ففاز على الزمالك باستخدام طرق اللعب الحديثة 4-4-2، 4-3-3، 4-2-3-1 و3-4-3. ووعد موسيماني جمهور الأهلي باستمرار الانتصارات في الجولة المقبلة ليؤكد ثقته في فريقه وقدرات لاعبيه وخططه الفنية التي منحته سجلا من الانتصارات في كل المواعيد الكبرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره ونقابنا الرياضيين الكبار الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن، تشرف ومنور. منور يا كابتن، مبروك الماتش. الف مبروك عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي. اتكلم دلوقتي ايضا الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ مساء الفل. مساء خماسي يا كابتن اسلام. مساء الفل. الخماسي في الملعب؟ لا، خماسي هنا. خماسي هنا. صح، احنا 5 النهارده. صح صح. ازيك يا استاذ عويس؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام 100 100. طب الحمد لله. ازيك يا حكم؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ده سلام، انا بسلم يا كابتن. مش اي حاجه. لا لا، خلاص خلاص خلاص. اقول لك خلينا بس دقايق. خلينا في ادي 5 دقايق ماشي، لكن خلينا نتكلم، لان انا الحقيقه فوجئت ما بعد المباراه ان الناس كلها بتتكلم عن الاول. اخد رايك، هل موسيماني ادى مباراه جيده ولا لا؟ في الاول كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا استاذ محمد. بمناسبه العيد، عيد القمه. قمه الخمس. ايوه، لان قمه الاهلي والزمالك دي بتبقى عيد. طبعا عيد بما يسبقها واثناءها وبما بعدها. والحقيقه قبل، بس معلش انا اسف جدا ان انا بقطعك قبل ما حضرتك تكمل كلامك، انا بشكر جدا 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 رابطه الانديه على الشغل الرائع اللي عاملينه، حاجه محترمه وحاجه جميله جدا. ده بوجه كلامي الاستاذ خالد كمان. هو الصيني، هو اتعادل وبالصيني. طبعا هو اتعادل وبالصيني. انا خدت بالي احنا في القعده دي قلت لكم انه اللي هيحصل هيبقى كويس. صح، حلو جدا. خليني اكمل الكلام ونكمل بعد كده عشان نرجع على خالد كلنا. فانا بشكر جدا جدا كلنا، فبشكر جدا جدا رابطه الانديه على الشغل المحترم، على النقل التلفزيوني الرائع الحقيقه، على مخرج المباراه كان رائع، معلق المباراه كان رائع، كل حاجه كانت في المباراه رائعه. شركه بريزنتيشن الحقيقه انا بشكرهم جدا على التنظيم الرائع جوه الملعب، حاجات كتيره جدا جدا جدا. انا بشكر كل الناس، لان هذه هي القمه التي تليق بفريق النادي الاهلي وفريق نادي الزمالك. هي دي القمه اللي نقدر نتكلم عليها فنيا بشكل جيد. هو ده الموضوع اللي احنا عايزينه، الروح الرياضيه. ايه الجمهور وايه الحلاوه دي؟ جمهور النادي الاهلي حاجه يعني فوق الوصف، وهو ده اللي احنا عايزينه، ان كل الجمهور يرجع. نلاقي ان شاء الله نلاقي 50,000 هنا او 60,000 هنا او 40,000 هنا، 50,000 هنا و 50,000 هنا على حسب التذاكر، ونشوف الجمهور الرائع الحقيقه علشان المباريات ترجع كده حلاوتها. شفتوا حلاوه المباراه دي؟ شفتوا المباراه دي وشفتوا حلاوه المباراه؟ وبرده او قبل بس ما نكمل كلامنا في هذا الاطار، انا بعزي طبعا الاستاذ الدكتور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم بوفاه والده اللي هو صلاح العطار. الف طبعا البقاء والدوام لله، ويعني يعني ربنا يلهم اهله كلهم الصبر والسلوان. فحاجات جميله جدا بتحصل يا استاذ محمد، وحاجات جيده جدا، ولكن في النهايه سؤالي المهم، ايه رايك في اداء موسيماني مع الفريق في هذه المباراه؟ موسيماني قدم مباراة عظيمة. أيوة. واللي حصل على مدار المباراة بالكامل يقول ان في مدير فني اشتغل. المباراة فيها بعض الحاجات، مفيش حد كامل،
موسيماني 75 دقيقة راكب المباراة، بيأدب خطته، بيأدب اسلوبه، بيأدب طريقته، حتى الهدف الخامس وبعد الهدف الخامس بخمس دقائق الاهلي بيأدي شكل متميز، مسيطر على كل حاجة، اداء الدفاع مميز جدا، بيدافع بسرعة لعيبة في وسط الملعب، تلاقي في الهجوم تلاقي كثافة هجومية، تلاقي اريحية في الاداء، تلاقي هدوء، تلاقي حمدي فتحي بيأدي بشكل متميز، تلاقي السورية بيأدي بشكل رائع، تلاقي قفشة بيأدي بشكل هادي ومعلمة وبيباص وبيوزع وبيلعب الفرقة. الكلام ده مش من فراغ، الكلام ده شغل وخطة مدرب، وموسيماني أصر وصمم على الأسلوب والتكتيك اللي هو يلعب بيه، شفناه في ماتش الإسماعيلي، شفناه في ماتش البنك الأهلي، وشفناه في ماتش الزمالك، فأدى بهذا الشكل. كون ان اخر مثلا ربع المباراه والربع الاخير من المباراه تحصل بعض الظروف، تحصل اضطرابات، تحصل تغييرات برضه ما تكونش موفقه، المدرب ممكن طبيعي. ما يكونش موفق في تغيير اللعيبه، ما تكونش موفقه اللي نزلت عشان تؤدي وتنفذ فكر المدرب، كل ده ممكن ياثر على اللي حصل. لكن ده كله مش عايزين ننسينا ان الاهلي عمل مباراه عظيمه، عمل مباراه لن ينساها التاريخ، سجل خمس اهداف جميلة وملعوبة، سجل ثلاث أهداف في وقت قياسي في 9 دقائق وفي 25 دقيقة من بداية المباراة، ما حصلتش حتى يوم 6-1 كان الهدف الثالث في الدقيقة 29. فالحقيقة الأهلي عمل مباراة كاملة، استحواذ وسيطرة ولعب وأداء ونتيجة، ويمكن كل ده ترجمه الهدف اللي عمله عمرو السولية، الريبيونا اللي عملها دي، ما حدش يعمل الحركة دي غير لما يكون هادي وواثق ورزين ومتأكد ومتمرن ومتمرس على هذا اللعب الجميل. موسيماني لعب بخطته ولعب بأدائه الكبير على مدار المباراة. جمهور الأهلي يحب الكتير، يحب الزيادة، يحب الأكتر. لا، وكان عايز يوصل لستة. وكان بإيدينا وكان ده متاح إنك توصل لستة، أنت في الدقيقة 65 أو الدقيقة 68 أنت 5-1، كنت توصل ستة وسبعة وثمانية، الأمور كانت متاحة بالنسبة لك. كون إن الظروف يعني ما ساعدتكش بعض الشيء، فده ما ينسكش الخمسة. أنت سجلت خمسة في مباراة قمة، في مباراة ديربي، في مباراة كبيرة جدا. علينا أن نرفع القبعة احتراما للمدير الفني اللي عمل ده طوال المباراة. في أخطاء عادي جدا بتحصل، أخطاء موجودة يعني لكن احنا طمعين واحنا عايزين أكتر، وكان هدفنا أن احنا نوصل لنتيجة عالية جدا يسجلها التاريخ زي ما سجل 6-1، واعتقد أن خمسة برضو يسجلها التاريخ. خالد، أنا عايز أسألك برضو في النقطة دي لأنها نقطة مهمة جدا، لماذا لا يعطى موسيماني حقه؟ في البداية طبعا لازم أبارك لجماهير النادي الأهلي وأقول حاجة مهمة جدا، يعني هذا هو الفارق بين بطل القارة وبين بطل الدوري، ده الفارق الحقيقي اللي بان في الماتش. لما الفريق الأعلى بياخد حقه والأمور تبقى ماشية مظبوطة، هي دي بتبقى النتيجة الطبيعية. النتيجة الطبيعية 5-1، الناس اللي كانت منتظرة 6-1 كانت ممكن توصل 6-1 و7-1 و8-1 على رأي الناس اللي كانت بتتكلم. ليه النادي الاهلي ما داسش وجاب 8-2؟ ما هو برشلونه او بايرن كسب برشلونه 8-2، الظروف مختلفه. ولما نحب نقارن لابد ان احنا نحط نفس الظروف. خلينا نتكلم فنيا اكتر فنيا. برضو ما ده فنيا بالزبط. فنيا النادي الاهلي 5-1 حتى ان ظهرت عاطفه الحكم اثناء المباراه، غيرت كل الامور، الحكم والفار. 5-1 كان 5-1 الامور كانت ماشيه طبيعيه بسلاسة، بعض الأخطاء اللي تعدي من الحكم مفيش مشكلة، إنما 5-1 وواضح أن كل ما في الملعب يقاتل لمنع النادي الأهلي من الوصول لـ 6-1. ده كانت واضحة وصريحة، ظهر الفار بدوره، ظهر الكابتن محمد عادل بدوره لمنع النادي الأهلي من الوصول لـ 6-1، وأنا أقصد الكلمة وأعنيها، واللي يراجع الماتش يشوف خشونة غير عادية على لعيبة النادي الأهلي، حمايه مش موجوده لعيبه النادي الاهلي بعد الخمسه، ضربه جزاء من وحي الخيال، امور كتير جدا تمنع النادي الاهلي من الوصول لهدفه. أيوة. النادي الاهلي لما الامور كانت ماشيه بسلاسه وبطبع لعب وادى وابدع، وكان واضح جدا ان اللعيبه شايفه ان في سلاسه في الاداء، ان الحكم مش جاي مع طرف على طرف اخر، انما بدا الظاهره زي ما بقول لحضرتك ان هي او العاطفه. سواء انت لو بتتكلم على الكره بتاعه قفشه واللي دخل عليه فيها زيزو، كابتن عصام عبد الفتاح طلع وقال ان هي لا تستحق. الكابتن عصام عبد الفتاح بيكرم النهارده الكابتن محمد عادل. انا شايف ان احنا نحافظ على زي كابتن ستار، انت رايح من 15 يارده افتح الكادر، من 15 يارده بتجري وجاي بنيه الايذاء. الكابتن عصام عبد الفتاح بيكرم. انا بتكلم على الكلام الرسمي كابتن كره حمزه المسلوسي
كره ضربه الجزاء الثانيه ما خدش فيها نظام كره محمود علاء في كره لمحمود علاء في دقيقه 2 هارس رجل كره افشع كره طارق حامد مع انا كابتن دقيقه 2 والدقيقه 7 والدقيقه 9 ولو عدى نعد هنعد حاجات اليو ديانج هارس رجل اليو ديانج دقيقه 2 محمود علاء ياخد انذار. اللي بتكلم فيها كابتن ان عشان كده احنا كنا بنتكلم وبنقول ليه حكم اجنبي في القمه ايا كان حط نفسك او اي حكم ممكن يحط نفسه ومكان. هو مثلا هو لو طب ما هو لو حكم اجنبي وكان ادى كارت اصفر في كره زي دي ما كنتش هتتكلم انت في عاطفه يا كابتن باينه في ضربه جزاء لم ما رجعناش فيها للفار اوكي زي ما بقول لحضرتك لا هو رجع للفار هي هو رجع واستنى الفار هو على الفار الكابتن احمد الغندور برضه مع احترامنا الكامل يعني لا اقصد انه حكم الفار هي كل الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها دي هي مش اخطاء محمد عادل وفار هي اخطاء الفار لانه كان شغال اللي اتقال انه كان شغال هو الحكم راح له مره واحده طول 90 دقيقه راح له في كره ضربه الجزاء اللي اتعادت ضربه الجزاء الاهلي اتعادت بالفار ان جني اصل هو مش يروح له كمان ابو جبل هو حاطط على السماعه ما تطلعش مع بعض يا شباب معلش عشان نسمع بعض بس اعتقد ان في كره يعني في مباراه زي دي مباراه لابد ان يكون شغال عشان ما يبقاش مش شغال وبعدين اقول لك حاجه منطقيا انا عايز الفار مش الفار الاله اللي تشتغل الفار الحكم اللي يشتغل هو اللي يشتغل يبعد الانتماء لا كان واضح اللي عملناه كانت واضحه حضرتك الدرجه دي لا كانت واضحه يعني الحكم ليه تاثير كبير على المباراه لا تاثير طبعا كبير في ضربه جزاء من واحد خلال كان في 3 حالات طرد يا استاذ اوصي يا استاذ صريح 3 حالات طرد ضربه الجزاء دي اللي دخلوا بعض عشان ضربه الجزاء يعني عشان برضو يعني كل واحد ياخد حقه يعني كل واحد لو كل واحد ياخد حقه خلينا نسمع بعض طيب خلينا نسمع بعض يعني انا وجهه نظري هتبنى وجهه نظر الثانيه التحكيم ما كانش كارث زيزو كان يستحق كارت احمر ما كانش يستحق انذار في المباراه لكن التحكيم ما كانش ليه تاثير على نتيجه المباراه الاهلي كان ماشي وكان ممكن يجيب ويسجل التحكيم ما قدرش اقول ان هو مش جيد جدا ارد معلش جيد جدا طرد حضرتك بتعترف بيه ثلاث حالات طرد وطرد حضرتك بتعترف بيه وضرب الجزاء من روح خيال ياخد جيد جدا امال الامتياز يبقى ياخد ايه لا لا يا استاذ محمد لا اختلف مع حضرتك تماما اثر على نتيجه المباراه بشكل كبير وهو اللي وقف لعيبه نادي الزمالك على رجليها ان هم يحاولوا ان هم يجيبوا الجون الثالث وهو دلوقتي في الوقت احنا بنتكلم في النادي كل واحد حقه ده موسيماني متقطع من اول امبارح غريبه جدا موسيماني متقطع من اول امبارح كويس يا خالد لانه مهم جدا انا هو ده الموضوع الاساسي بالمناسبه النهارده انا موضوعي الاساسي كده هو ليه موسيماني بيتقطع كده انا مش فاهم الحقيقه حتى لو في بعض الاخطاء اللي كلنا عارفينها واللي كلنا بنتكلم فيها واللي كلنا كاهلاويه يعني شايفينها وبنتكلم فيها واخطاء فنيه وارده عند اي مدرب يعني النهارده يورجن كلوب منزل اوريجي في الدقيقه كام كان المفروض ينزله من بدايه الشوط الثاني مثلا مثلا يعني دي حاجات فنيه لكن موسيماني يا جماعه بيتقطع كانه هو اللي اتغلب 5-3 لا ده بيتقطع من اول ما الحكم صفر يعني لما رجعوا من الماتش الاستوديو التحليلي انا عمال اسمع الكلام لا الحقيقه مش الاستوديو التحليلي بس ده قنوات كتير عمال اسمع الكلام اللي بيتقال هو مين اللي كسب 5 ومين اللي خسر 5 يعني اللي كسب 5 المحللين كل القنوات بيهاجموه على اخطاء في التغيير بيهاجموه على انه ازاي الاهلي ما كسبش 8 على اساس ان الاهلي بيلعب فريق درجه ثالثه ده فريق يا جماعه شئنا ما بينا الزمالك هو القطب الثاني للكره المصريه فده ماتش قمه حتى هو على سبيل القلق اكيد قلق من النتيجه ف يعني ما حدش قال ان موسيماني في طريقه 3 4 3 اللي عملها او 3 5 3 اللي عملها فيش حاجه اسمها كده فيش حاجه اسمها 3 5 3 5 جديده في الكوره دي لا اتقالت ما بقول لك ايه ده اتقالت وتعادت وتركز عليها اتقال كتير لا اللي حط يعني مش اول مره تتقال على فكره بس اتقالت قبل كده برضه ده اتقال بس بشكل تاني خلينا نكمل فني خلينا نكمل فني فطريقه 3 4 3 اللي طيب على فكره فرق كتيره في العالم بتلعب بيها وفكره اختراع عوده حمدي فتحي اللعب يعني هو حمدي فتحي دلوقتي ما بقاش زي عماد النحاس لما كان بيلعب معاه لا طبعا هو بيلعب ليبرو متقدم شويه بيلعبوا الثلاثه على خط واحد وبيفردوا عشان يدي حريه لاكرم علي انت لو بصيت في الملعب طول الوقت طايرين عاملين ستريتشنج للملعب الملعب مفرود علي معلول واقف على الخط الشمال واكرم واقف على الخط اليمين وفاردين الملعب وفاتحين مساحات تلاحظ ان كل قفشه وديانج والسلايه جايين اللعيب ده مش عارف تمسك مين هيمسك مين فالحقيقه الخطه رائعه التكتيك رائع محدش يتكلم مثلا حكيم عن ان الاجنبي اهم ما يميز نادي الزمالك اجنابه اشرف بن شرقي وزيزو استاذ نعم استاذ اشرف بن شرقي وزيزو اهم ما يميز نادي الزمالك والباكين طبعا حمزه المسلوسي واحمد فتوح احمد ابو الفتوح وبالتالي انا كمدير فني للنادي الاهلي اول حاجه هفكر فيها ايه اقفل لهم دول اقفل الاجناب
اقفل الجناب بالطريقه اللي انا شايفها مناسبه عشان بعد كده اقدر اهاجم واجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. انت لازم تهاجمه. محدش اتكلم في النقطه دي خالص. طب حد اتكلم في نقطه مهمه جدا لحضرتك اتكلمت فيها يا كابتن، اللي عمله يوم وسامين في الماتش. حد قال لك مثلا اخر 48 ساعه الراجل ده درب الفرقه وفاجئ الناس بمحمد شريف مثلا؟ ما حدش متكلم ان كانت الثلاثه دول في ماتش الاسماعيلي والماتش اللي بعده ما كانش بيلعب محمد شريف. هو ايه اللي عمله موسيماني في الماتش؟ اتحدى حد بعد الماتش يتكلم عن الموضوع ده. خالص. قلت هو عارف قوه الزمالك فين؟ في الطرفين. انا هسيبكم الطرفين بس هواجهكم بمين؟ باقوى اثنين عندي، ايمن اشرف واكرم توفيق، هخليهم يقفلوا عليكم وانا همسك نص الملعب. الخمس اهداف بتوع الاهلي يا كابتن بدايتهم من منطقه العمق مش من اطراف. لانه فضى الطرفين انت عايز تلعب عليهم اتفضل جهد العب بيهم، بس انا هواجهك باثنين دول. وبالمناسبه برضو في الكلام، لانه الكلام ده مهم جدا، هو ليه لعب عمر السعيد؟ عشان كرة عرضية ولا كورة؟ ليه؟ ايوه ما هو ليه؟ عشان الاجنحه. الاجنحه افضل حاجه. وبالتالي انا كموسيماني، انا كمدير فني فكرت ودرست وشفت نادي الزمالك وعملت وطبقت قفلت على الجناب، وبالتالي الناس كانت شايفه ان عمر السعيد من الناس المش كويسه في نادي الزمالك. مش انا قفلت بس يا كابتن، انا قفلت وطورت نفسي ان انا مش هلعب بطريقتك، انا هلعب بطريقتي انا، ان هيبقى عندي عمرو السليه وديانج هيدافعوا وهيلعبوا يكملوا مع قفشه مع بيرسي تاو وشريف، هيدخلوا الاثنين في العمق وهنلعب كله من جوه وكله هيروح صح، وهسيب لك الطرفين بس انا هحط لك مين في الطرفين؟ علي معلول وراء ايمن اشرف وحمدي فتحي هيقوم بعمل التغطيه كقلب دفاع تاني. تمام. والناحيه الثانيه اكرم توفيق وفي ظهره بدر بنون وحمدي فتحي هيقوم بعمل التغطيه سواء هنا او هنا على حسب الكره ما جايه. فدي لعبه، دي فكر مدرب. انا بوجهه نظري موسيماني ده اعلى ماتش عمله فنيا تكتيكيا جوه الملعب. خد بالك من اسلام، الزمالك جايب اربع تجوال في الماتشين اللي هو كان امبي وطلع الجيش، هدفين من ضربتين جزاء زيزو، هدفين من ضربتين من عرضيتين لعمر السعيد. يعني اهداف الزمالك الملعوبه من عرضيات. طيب قفل يعني في الزمالك الاجوال اللي جابها في الاهلي لحد من تسديدتين من تسديدتين. انا كنت اتفرج على قناه الاهلي بس بس في بس لما خد بس في ماتشين الزمالك كان واخدين نظريه، عارف انت اللي هو ثواني بس بس خالد، يعني في حد بيتكلم على الكلام الفني اللي احنا بنتكلم فيه؟ خلينا نتكلم فني. لا، خلينا نتكلم فني. يعني احنا بنقول الزمالك اعتمد على العرضيات، فجوانه الملعوبه اللي جم في الماتشين الاثنين من عرضيات براسيات عمر السعيد. عمر السعيد هو عمل ايه؟ قفل لهم. عمل ايه؟ قفل المكانين دول. طيب خلينا نطلع نشوف راي الجمهور في هذه المباراه ونرجع نسمع تاني راي خبرائنا في مباراه الاهلي والزمالك. كويسه بصراحه، كان في الماتش بالاول كان في سيطره من النادي الاهلي مع تحفظ بعض الوقت يعني، والحمد لله الاهلي قدر يكسب وقدر يعمل سكور كويس على نادي الزمالك. الماتش طلع جميل جدا وعدد من الاهداف كبير، واحنا بنشكر جماهير الاهلي، بنشكر بيبو حبيب الملايين بصفتي اهلاوي. انا بتمنى الاهلي يعني يوصل للعالميه. بالنسبه للمباراه كانت مباراه اداء جميل جدا بين اللعيبه والخطه، بس النظام الخطه بالنسبه للمدير الفني في بدايه الماتش كان اداء جميل واداء اللعيبه كان جميل جدا، بس بعض التغييرات اللي حصلت في نهايه الماتش كان الافضل ما كانش حصلت، لان كان الاداء يبقى افضل والاهداف هتبقى اكتر يعني. يعني كانت مباراه جميله والاهلي استحق الفوز. الزمالك أدى بشكل جيد الشوط الثاني بس كانش معهم الحظ يعني في الشوط الأول، الأهلي أنهى المباراة في الشوط الأول. جميل والناس كلها انبسطت بيه، بس طبعا اتضايقنا من الثلاث أجوان اللي جم، بس الناس كلها كان نفسها يبقوا يعيدوا موضوع 6-1. مباراة جميلة والأهلي لعب ماتش حلو، وهو ده الطبيعي اللي احنا متعودين منه في مباراة الأهلي والزمالك الخمسة والستة والأربعة والثلاثة بس طبعا احنا كنا طمعانين في النوم يبقوا 6 و7 و8، بس طبعا مستر موسيماني ما كانش موفق في التغييرات، كان المفروض ينزل حسام حسن مكان محمد شريف، بس ان شاء الله الجاي هيبقى 6 و7 ان شاء الله. هو ده الاهلي وهو ده اللي معودنا عليه، دايما مفرحنا وسعيدنا ورفع راسنا ومشرفنا. مباراه القمه كانت على مسمى بصراحه، الاهلي والزمالك بصراحه كان مستواهم كويس جدا، يعني كانت الفرقتين تكتيك محترم، كانت لعيبة كانت فايقة، بس أنا أكسب الإسماعيلي 4 وأكسب 1-0 بعدها وأكسب 5 الزمالك، دي حاجة تانية، دي حاجة غير متوقعة خالص، ولكن هو ماتش بصراحة كان يليق بالقمة بين الأهلي والزمالك.
طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ده كان اراء الجمهور وهي كانت مباراه ممتعه الحقيقه يا استاذ محمد. دي انا بعتبرها واحده من افضل مباريات القمه يمكن في العقود الاخيره الحقيقه. كانت مباراه كبيره مباراه ممتعه. يمكن لو حد اتفرج عن المباراه دي بعيد عن مشاعر الاهلاويه والزملكاويه هيشوف ان هي مباراه عظيمه. مباراه بتشهد 8 اهداف, مباراه ديربي بتشوف فيها 8 اهداف, حاجه يعني جامده جدا. شفنا اداء, شفنا لعب, شفنا خطط, شفنا تكتيك, شفنا مهارات, شفنا فريق بيستحوذ على مدار 70 دقيقه, شفنا الزمالك بيرجع في اخر 20 دقيقه ويقدر يسجل هدفين ويحسن من وضعه. لكن المباراه كانت كبيره في التنظيم, كان مميز جدا. القمه برضو كانت ظهور الجماهير في القمه اعتقد ان كان مميز جدا لاول مره من 2011 مش مفيش جمهور موجود, اعطى روح ورونق للمباراه. شفنا استاد القاهره في ارقى صوره وعبر عنها بشكل مميز جدا, حاجه تليق بمصر وتليق بالقمه الكبيره الحقيقه. يعني عامله حتى ردود كبيره جدا ورد افعال كبيره جدا بره مصر. ايه الفريقين العظام دول اللي بيعملوا كوره بالشكل ده وبالاداء ده؟ ويعني حاجه كلنا نفخر بيها. كمان يعني بغض النظر عن بعض الحاجات الصغيره اللي حصلت في المباراه, الروح كانت موجوده, الاخلاق كانت موجوده, الاداء كان موجود. انا بعتبر برضو ان وجود تحكيم مصري في المباراه اعتقد حاجه جيده, ويمكن ده عبر عنه الاهلي والزمالك قبل المباراه بدليل ان لا الاهلي طلب حكام اجانب ولا نادي الزمالك طلب حكام اجانب. اعتقد ان دي هتدي فرصه ان التحكيم في مصر يتطور بشكل كبير جدا, ولو في اخطاء نقدر نتجاوزها ونقدر نصححها الحقيقه. يعني ده مهم جدا, اصل ما فيش حد كامل وفي اخطاء موجوده في الدنيا كلها. فيعني علينا ان نستفيد من التجربه, ناخد الاجابات اللي موجوده في كلها ونبني عليها علشان نطور من الكوره. والحمد لله يعني بقى في تطور كبير جدا في كل حاجه. يعني خالد ديانج الحقيقه والدور اللي بيقوم بيه ديانج في المباراه واختياره من قبل الرابطه في الجوله الثالثه كافضل لاعب في هذه الجوله. ديانج ده دور مدير فني بالتاكيد, دور مدير فني بيقدر يطور من ادواته. ومش ديانج بس, ديانج في تسديداته مؤخرا واضح جدا التسديد ودوره في التسديد على المرمى. التعليمات دي ولا طبعا يعني موسيماني اللي قال له شوت اللي اكد ده, اللي اكد ده هو طلع من حسام بيمرني كل نهايه كل تمرين. اللي اكد ده ان حمدي فتحي قبله عمل ده في المباريات اللي فاتت, حمدي فتحي في الماتشين اللي فاتت كان هيحط وده اللي كان ده اللي كان ينقص النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. عنصر التسديد من خارج منطقه الجزاء كان لفتره معينه مميز فيه عمرو السوليه اثناء فتره رينيه فايلر, كان تطور جدا في الموضوع ده, زاد جدا الفتره اللي فاتت برضو اليو ديانج وحمدي فتحي. مش بس هم دول اللي تطوروا, اكرم توفيق تطور جدا في مركز مش في مركزه. دوره مدير فني انه يعدل خطه وانه يخلي اللعيبه اللي موجوده تلعبها الموسم ده من بدايه الموسم ما لعبهاش تقريبا قبل كده, وانه ثبت ثلاثه جنب بعض حمدي فتحي وبنون وايمن اشرف, وده كان سبب رئيسي اغفله الناس في تغيير نتيجه المباراه برضو. أيوه. في اخر المباراه وهو انك بقالك تقريبا 4 مباريات او 3 مباريات بتلعب بتحفظ لعيبتك على تكتيك معين بشكل معين في خط الدفاع, ازاي يكون في انسجام بينهم, ازاي يكون في ترابط بينهم, ازاي يكونوا عارفين تحركاتهم بينهم وبين بعض. امتى اطلع, ما ده اللي بقوله, امتى تطلع, امتى قابل. وبالتالي الثلاثه دول حفظوا بعض على مدار تقريبا الاسبوعين اللي فاتوا, وفجاه لو حصل ده, لو حصل ان عنصر واحد من الثلاثه خرج بيحصل فيه اهتزاز, لان الطريقه اصلا جديده على اللعيبه اللي موجوده. ما بالك اللي نزلوا في توقيت مضغوط جدا, ونزل ياسر ابراهيم ومحمد هاني. محمد هاني اصلا بيلعب باك يمين وبقاله فتره شويه متراجع, هو دلوقتي بيلعب في مركز غير مركزه في وقت ضغط فيه الزمالك بكل قوته. وطبيعي انت ما بتلعبش فريق درجه تانية, انت بتلعب فريق محتاج انه يعدل من اموره. اللعيبه اللي خرجت ده مش تغيير فني. ايمن اشرف بين الشوطين اتكلم مع الجهاز الطبي وقال له انه عنده شد في العضله الاماميه, واتعمل له اختبار طبي لحد ما عدت الامور ونزل جاله شد في السمنتين في الدقيقه 82, يعني مش سمنه واحده, السمنتين. وهو اللي طلب انه يخرج من المباراه, مش موسيماني اللي خرجه على فكره. وبرده بدر بنون هو اللي طلب انه يخرج, اضطرار اسمه ده. وبرده بدر بنون هو اللي طلب انه يخرج من المباراه علشان عنده اجهاد في العضله الخلفيه, وقال للدكتور ان لو كملت حاسس انها هتمزق. فطبيعي انك هتطلع الاثنين دول. الناس اغفلت كل الكلام ده, كل الكلام ده, وجاي بتسال هو الاهلي
دخل فيه جونين ليه؟ ما طبيعي انك المنظومه الدفاعيه اللي انت اصلا فاجئت بيها المنافس بتاعك يعتبر اتهدت، مش بس تاثرت، لا اتهدت، لان التلاته اللي موجودين لو تاخد بالك من الكوره، الجول الثالث محمد هاني في اللي استلم منه المفروض كان حمدي فتحي هو اللي يكون موجود في مكانه. ليه؟ علشان هما الاثنين مش متعودين ان هما لعبوا مع بعض في التدريبات على دي. هما طول الفتره اللي فاتت بتاعه المعسكر وبتاعه المباريات الثلاثه دول هما اللي بيلعبوا مع بعض. وموسيماني دي طريقه انه بيلعب قبل المباريات بتاعته ب 48 ساعه تراي ماتش 48 ساعه. الاساسيه الفرقه الاساسيه بتلعب قصاد الفرقه الاحتياطيه، ليه؟ عشان اللعيبه كلها تعرف تحركات بعضها ويعرفوا كل شيء، وبالتالي طبيعي ان ده يحصل. طيب على الجانب الاخر الحقيقه برضو يا ويس، مباراه رائعه من وجهه نظري تكتيكيا ومن وجهه نظركم جميعا تكتيكيا على بالنسبه لبيتسو موسيماني. وانا مركز على الموضوع ده قوي لانه انا شايف ان الراجل ده ظلم، ما خدش حقه طبعا، ظلم هو وعمرو السوليه من وجهه نظري. عمرو السوليه يعني سيبك من اللعبه اللي عملها لا الضغط، الضغط ضربه جزاء، الضغط في الكره نفسها، لان لو خدت بالك هو عمرو بيضغط في الكوره من الاول، يعني الكره اللي عمل اللي فيها رابونا بالمناسبه كلمه رابونا يعني بالاسبانيه يعني لعب الهوكي، فهو بيقول انه اللعبه دي بيلعبها كانه عملها بمضرب هوكي ما عملهاش برجله، فهو ضاغط في الكره دي من بدري. عمرو السوليه عامل تمريرات رائعه، بيأدي دوره في وسط الملعب، واحده من افضل المباريات اللي عملها طبعا في تاريخه يمكن طبعا، وضغطه في ضربه الجزاء فضل يجيب جول من شوطه مثلا ولا حاجه، ضغطه في ضربه الجزاء الثانيه برده هو يا دوب بس لمس الكوره يعني بمنتهى البساطه. على فكره الكوره دي لازم الفار لازم مباشر. الفار طرد مباشر يستدل. ليه بقى؟ لانه ده جزء انه طارق حامد بيعاقب عمرو السوليه على الرابون، لان دي بعد الجول التالت على طول وكانه بيقول له انت عملت كده ليه؟ فهو داخل وبص الاعتراض يا كابتن يعني بقصد الايذاء، وهي كانت فعلا كره خطيره جدا. بص ودي احمد سيد زيزو ودي كابتن عصام، دي تحديدا لان دي اللي انا سمعتها بوداني الحقيقه مش قادر بص جاي بص كابتن هنا كابتن بقول لك عليه، بص فتح قال ان اولا بص جاي من قد ايه ده ضرب من غير كوره لا تستحق لا ده بص جاي من 10 مباشر ده طبعا. هو الحقيقه كمان انا عايز اقول حاجه مهمه، الثبات الانفعالي لعلي معلول. علي معلول شاط 3 ضربات جزاء في الماتش، الثلاث ضربات جزاء شاطهم في نفس الزاويه حتى اتصدت. انا عايز اخد من كلمتك معلش حاجه مهمه جدا يعني نفس الكلمه، لو تلاحظ على الربونه اللي عملها عمرو السوليه، الكباري اللي عملها قفشه، الكعوب اللعيبه كانت بتعملها في الملعب في ثبات انفعالي، ده معناه ايه؟ ده معناه اللعيبه دي متحضره نفسيا صحيح، تحضير غير عادي لمباراه مهمه جدا. الجول بتاع شريف يعني فكره ان انت تبقى رايح وبمنتهى البساطه كده بتقفل الكوره، مين اللي حضر ده؟ بمشي رجلك الخارجي وبشمال يعني مدير فني، كل ده شغل مدير فني. هو ده اللي مزعلني حكم، ان الناس كلها وكل شويه هقول هذا الكلام، ان الناس كلها ما قالتش كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده. لا قالوا ان موسيماني اخطا في التمرير في التغيير، قالوا ان موسيماني اضاع الاهلي فوز عريض، وكان الاهلي ما كسبش 5 كان الاهلي كسبان بربع جول، فاكر الدورات الرمضانيه بتاعت زمان كورنر بربع جول، كان الاهلي كسبان بربع جول. لا انا حتى بالمناسبه يا كابتن النتيجه طبعا هي الاهم يا حكيم، بس في الاخر كل الكلام اللي حضراتكم بتتكلموا فيه ده كلام مهم جدا. طبعا التحضير النفسي ما قبل المباراه، هو مدير جهاز فني ومدير فني بالطبع طبعا التحضير الفني هو بال 100% مدير فني، وبالتالي احنا بنتكلم عن مدير فني اشتغل مذاكره المنافس كمان. انا وجهه نظري انه ده اعظم اسيست حصل في تاريخ القمه. طبعا يعني بص يا كابتن في اسيست ابو تريكه وليد سليمان، ابو تريكه لوليد سليمان اللي كان بالكعب لا لا ده اعلى يعتبر ده رقم 2 يعني القمه. هو ده احنا عمرنا ما شفناه في الدوري المصري الاسيست ده يعني ممكن واحد يعملها في نص الملعب ممكن واحد يعملها على فكره بيعملها على طول عملها في ماتش عملها عرضيه برضو يعني واضح المقص ايوه عملها بس كون انه يعملها في منطقه ال 18 بالشكل ده واسيست وتروح هو بيعملها اسيست بس خدوا بالكم الشريف برضو يا جماعه الشريف طبعا وتحركه خدوا بالكم الشريف في في سرقه بص يا كابتن بالمناسبه فيما يخص موسيماني نسمع بعض بس فيما يخص موسيماني انا وجهه نظري حتى من بعد دقيقه 80 لم يخطئ التغييرات يا كابتن انت حضرتك بتبقى لك وجهه نظر يعني بمعنى صح انت كمدرب بتبقى مرنت اللعيبه قبلها ب 48 ساعه حاطط كان لويس ميكيسون كان موجود في التشكيل الاساسي اصلا فطبيعي ان انا ادفع بيه في الشوط الثاني وحسين الشحات كان اساسي لحد فتره قريبه فطبيعي ان انا ادفع بيه في الشوط الثاني وجهه نظر ان اللعيبه نفسها يعني ما ساعدتش او الطريقه او حاجه معينه ما ساعدتش ده مش معناه المدرب اخطا
واخر تغييرين دول كان عشان عن طريق الاصابات. يبقى اذا انا وجهه نظري ان موسيماني لم يخطئ في المباراه دي نهائيا ولا خطا. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن من هو نجم هذه المباراه ونرجع نسال اساتذتنا وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضرتك. نجم المباراة في الماتش ده الجمهور، احنا بنبعت رسالة للعالم كله ان ده الجمهور المصري، لا تعصب ولا عنصرية ولا أي حاجة خالص. اللعبة دي لعبت ودي لعبت، في تكافؤ. أهم ما طلعت من الماتش ده ان اللعيبة طالعة يعني شبه مبسوطة عشان المنتخب، كل ده بيعود للمنتخب. عمرو السولية باللعبة اللي هو عملها بكعبه ديت كان هايل جدا. ديانج ماشي نجم مباراة القمة بالنسبة له، الجول الرابع طبعا ما مش اي حد يجيبه. في بعد منه كابتن اكرم توفيق، بعد منه كابتن سلية بعلول. يعني طبعا هو كان اهداف متميزه جدا، لكن رغم ان القمه اسعدت المصريين لكن كانت صوره مشرفه ومشركه من حي جماهير الاهلي والزمالك، كان يوم رائع جدا. كده قالوا ديانج كان هو نجم المباراه، قدر يسيطر على نص الملعب كويس وقدر ان هو يبقى له العديد من التمريرات اللي كانت لها تاثير قوي، بجانب ان هو له هدفين يعني بشكل قاطع، فهو نجم المباراه. نجم مباراه القمه مش واحد بس، نجم مباراه القمه كتير، كل واحد كان بيأدي في اكتر في مكانه من اكتر المجهود اللي ممكن يتخيله. اكتر حاجه كانت عجباني في الفرقه كلها ان الموسيماني نفسه قافل على الفرقه من قبلها باسبوع. نجم مباراه القمه هو اليو ديانج وحمدي فتحي، لان هم كانوا ماسكين نص الملعب، واليو ديانج بذل مجهود كبير جدا ان هو كان ماسك نص الملعب وبيتقدم وبيدافع ورا، فكان محور مهم جدا في اللقاء. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اعتقد ان الجمهور، جمهور النادي الاهلي الحقيقه، وكل اللي اتكلموا في التقرير زي ما كان خالد لسه بيقول لي، واحد فيهم قال الجمهور، وهو بالفعل الجمهور يستحق ان يكون نجم هذه المباراه يا استاذ محمد. دايما طبعا جمهور الاهلي دايما هو رقم واحد. وهو السند لهذا النادي، وهو الظهير القوي جدا، وهو حائط الصد، هو الجبل اللي دايما في ظهر النادي الاهلي وسنده في كل الاوقات وكل المناسبات. شفنا جمهور النادي الاهلي على قلته في المدرج حوالي 1000 واحد، لكن كنت تحس ان في 20000 واحد ولا 30000 واحد موجودين في الملعب، هتاف طول الوقت، تأييد للفرقه طول الوقت، تشجيع طول الوقت، حتى في الدقائق الاولى اللي هي الاول 10 دقائق اللي الاهلي اللي كان فيها سيد الزمالك مسيطر فيها والاهلي ما كانش يعني ماسك الملعب بالشكل الكافي، كان جمهور الاهلي واقف وداعم وبقوه، وبعد ذلك انطلق طول المباراه. الحقيقه ده جمهور الاهلي لا يشبع من اي شيء، جمهور الاهلي لا يتوقف عن اي شيء، جمهور الاهلي لا يمل من البطولات ولا من الانتصارات. جمهور الاهلي كان عنده فلسفه في المباراه دي ان انا اقدر احقق نتيجه كبيره جدا، لكن ما حصلش، ولازم الناس تعرف دي كره قدم. يمكن ماتش برشلونه امبارح كان متقدم 3-0 3-3 الشوط الاول والشوط الثاني 3-3 وبيجي فيه جول في الدقيقه 96 كده. برشلونه كسب الشوط الاولاني، برشلونه كسب الشوط الاولاني والثاني كسب الشوط الثاني. يعني دي هتبقى حاجه زي كده، يعني زي ما الوعد بيقول. فكره القدم فيها عجائب وفيها حاجات كتيره جدا. جمهور الاهلي دايما هو اللي بيوقف وهو اللي بيدافع وهو اللي بيقدر. على جمهور الاهلي ان دايما يكون يفرح بالانتصار ده ويفرح بما حققه فريق النادي الاهلي ويفخر بهذا الانتصار، لان الانتصار ده تاريخ يا جماعه، ما حصلش يعني انتصار كبير جدا، ليس اقل من انتصار السته. انت مسجل 5-1 ومتفوق طول المباراه يمكن اخر 10 دقائق مش اكتر، فافخر بفرقتك وافخر بلعيبتك وافخر بمدربك. في بعض الاخطاء بتقع في مباريات، النهارده بنشوف ليفربول بقوته وعظمته بيخسر النهارده مباراه 3-2 عادي جدا، يعني كره قدم تحصل بعض الهفوات في بعض المباريات. فخليكوا ورا فرقتكوا واستمتعوا بالنصر الكبير ده، وما تخليش حد يفسد عليك الفرحه الكبيره والعظيمه اللي حققها النادي الاهلي في هذه المباراه. مين نجم المباراه برده ما قلتليش؟ اليو ديانج. اليو ديانج خالد نجم المباراه؟ غير الجمهور يعني. محمد شريف. محمد شريف؟ محمد شريف. اشمعنى محمد شريف؟ محمد شريف هو اللي اربك اصلا المنظومه الدفاعيه بتاعه النادي الزمالك. نادي الزمالك دايما في جاب واسع جدا بين محمود الونش وبين محمود علاء، ومش محمد شريف متعود على ده. في الماتش اللي فات اللي احنا كسبنا فيه 2-1 محمد شريف قدر انه يستغل الجاب ده مرتين مش مره واحده. وامبارح برده عمل ده، او الجون الاولاني هو اللي استلم الكوره على طرف منطقه الجزاء واداها لاليو ديانج وشاطها. الجون الثاني هو اللي استلم الكوره وادى الكوره لعلي معلول دخل عمل ضربه جزاء. الجون الثالث هو اللي استقبل ربونا عمرو السوليه وحط الكرة والاروع ما يكون في الجون. فلعيب عامل 2 اسيست وجون وجاب جون،
هايل جدا يستحق انه كمان كان راعب المنظومه الدفاعيه الزملكاويه وما كانش وكان حريمهم ان هم يتقدموا المناطق الهجوميه، وبالتالي لابد ان ياخد حقه. وانا شايف انه حتى في التحليل لان الناس انصرفت لحاجات تانية فبعض الناس اغفلت امور كتير جدا، لابد ان هم كانوا ياخدوا حقهم، اللعيبه كانت تاخد حقها في امبارح. بس انا سعيد جدا بالحوار ده، لانه الحوار ده الحقيقه بيكشف لكل جمهور النادي الاهلي قد ايه ان في حاجات كتيره جدا ما اتقالتش على وش كتير في كل البرامج. هو في حاجه بقت غريبه جدا بعد كل مباراه قمه الاهلي بيكسبها، ايجاد مبررات لفوز الاهلي انه الاهلي ما يستحقش، ده الحظ. يعني ماتش 3-2 بتاع فايلر قال لك لو الماتش استمر 5 دقايق كمان كنا اتعادلنا. لا لا ماتش ماتش عملت انا قلت يا جماعه نظام كره القدم او قانون كره القدم ماتش 90 دقيقه زي البعض برضه يا عويس بيقول لك ان الهدف الاولاني حظ وكره بايلك فتحت المباراه. هقول لك ده انا ازاي بعد كل اللي حصل والضغط اللي اتعمل ده. ممكن نقول لو محمد صلاح ما كانش يسافر ما كانش يوصل اللي هو فيه مثلا ماتش قفشه لو كره زيزو جت ما كانش الاهلي كسب، مع ان قبلها كره لحسين الشحات في الست ياردة اللي رقص والزمالك كان مستواه احسن. ماتش محمد شريف بتاع 2-1 اصل الزمالك ما كانش في مستواه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني رجع. طول الوقت شغلت باينه ولا طول الوقت الاهلي لا يستحق، ما اعرفش ليه. وبعدين بقى الموضوع مستمر وتصدير للناس ان طول الوقت اصل لو ضربتين الجزاء ما الاهلي ما جابهمش فالماتش 3-2 وكان ممكن يخلص تعادل. الحقيقه لعيبة الاهلي قدوا مباراة أكثر من رائعة، أداء تكتيكي على أعلى مستوى. وبعدين ما ينفعش نقول واحد مين نجم المباراة، لأن الحقيقة لو قلنا ديانج يبقى هنظلم عمرو السولية، ولو قلنا علي معلول يبقى هنظلم البطل أكرم توفيق الوحش الحقيقة. لو قلنا محمد شريف يبقى هنظلم قفشة، لو قلنا قفشة يبقى هنظلم السردباكين المتألقين. راجع بيهم شناوي عشان عمل رجع في 20 يوم راجع بيهم. يعني هنظلم بدري بنون وأيمن أشرف، وبعدين المتألق في دوره الجديد عماد النحاس الجديد حمدي فتحي العاقل اللي واقف على الكوره وعصري وبعدين نظلم الشناوي كابتن الفرقه. فالحقيقه لا ال 11 لعيب ونظلم موسيماني في تغييره الخطه. فالحقيقه ونظلم الجمهور، جمهور الاهلي ال 1000 متفرج اللي كانوا في الملعب كانهم 50,000. والحقيقه ودورهم في الضغط على لعيبه الفريق المنافس اللي خلى بعض لعيبه الفريق المنافس من كتر الضغط موجود في الكوره. على فكره انت ما بتغلطش، ما بتشتم، ما فيش، ما حصلش اي تجاوز في الهتاف، هتافات دمها خفيف. تصدرت الضغط لعيبه الفريق الثاني. فالحقيقه خلت بعض اللعيبه خرجت عن تركيزها، وده دور الجمهور على فكره بدون تجاوز. والحقيقه برده في حاجه غريبه جدا انه والماتش شغال كل شويه يكتموا الصوت عشان يصدر لك ان الفريق كسبان، جمهوره بيتجاوز. يا جماعه ليه ما فيش تجاوز؟ كل من حضر المباراه في الملعب قال انه لم يحدث اي تجاوز من جمهور، عشان بس نكون واضحين، لا من جمهور الاهلي ولا من جمهور الزمالك. المباراه مرت على اعلى، يعني صراحه كانت حاجه ممتعه والحقيقه عشان بس يعني هنخلص الحلقه من غير ما اقول لخالد على الرابطه اديله يعني الحقيقه انه من اول لحظه في القعده بتاعتنا دي انا راهنت على الرابطه وعلى دورها. عايز اعرف رايك في اللي حصل في 3 اسابيع. جميل جدا جدا جدا، والاهم الاستمراريه، الوصول للنجاح. عايز اقول لك الوصول للنجاح سهل يا كابتن. سهل ايه هو انت كنت بتشوف الكلام ده على فكره بس استنى قلت جميل جدا 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 3 يا استنى جميل جدا جدا انا عايز اقول لك على حاجه انا عايز اقول لك على حاجه طب احنا قدامنا دقيقتين بس جميل لو كفايه عليهم ال 3 اسابيع دول الحقيقه بس ما توفرت تعويض، توفرت قدرات وامكانيات لم توفر لاحد من قبل، وابتعد عنهم اتحاد الكوره. قدرات موجوده والمهم وابتعد عنهم اتحاد الكوره بس المشكله ما زالت عويس. ما هي مشكله التحكيم بتاعت كل سنه هي موجوده، احنا هنضحك على مره. انا كنت بقول لك نفس اتحاد الكوره لابد انه يبعد عن ايه ده، انت طلعت صح ولا طلعت غلط؟ لا لا انت صح. اخيرا مين نجم الماتش؟ نجم الماتش حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي ده من الزمالك؟ لا من الفرقتين والله. اتنين ضربتين جزاء كده بتظلم محمود علاء لا انا بحب يا جماعه لا خلينا نتكلم في نجم المباراه عمرو السولية طبعا. عمرو السولية يعني ما نجم المباراه بدون هزار عمرو السولية طبعا. عمرو السولية طبعا افضل مباريات على الاطلاق في تاريخ النادي الاهلي. سيستم النادي الاهلي بمعنى منظومه كلها من اول اداره نادي لجهاز فني بيشتغل في معسكر لمدير كوره بيشوف شغله للعيبه مستبعده من بره القايمه زي وليد سليمان ومحمد الشناوي. وليد سليمان دخل اوضه اللبس ما بين الشوطين واتكلم مع اللعيبه ان احنا قفشه قال كده امبارح مع شادي في خد خبرات اللي عملها مع مانو الجوزي ان احنا اضغط لا لازم عندنا فرصه نجيب اهداف وبتاع. ده كله سيستم منظوم ان لاعب
على فكره وليد سليمان كان جاهز، وبرغم كده جهاز الفني استبعد من المعسكر، لا اعترض ولا عمل مشكله ولا بتاع. ده السيستم، السيستم بتاع النادي الاهلي. بعد المباراه كابتن خطيب خد قرار ان زي ما انتوا غلطتوا عقب كذا المكافاه. سيستم النادي الاهلي عشان ما نظلمش لعيب واحد او اثنين او ثلاثه، سيستم النادي الاهلي هو البطل للحكايه. تمام، يعني طبعا الف مبروك، ثلاث نقاط ان شاء الله في طريق عوده الدوري العام المصري او درع الدوري العام ان شاء الله خلال الايام القادمه. انا ما اعرفش هيخلص امتى، هم قالوا هيخلص امتى ولا لسه؟ هيخلص في شهر 8 في اغسطس. في اغسطس مستحيل يخلص، صعب جدا اغسطس يعني. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. هو المفروض هم اعلنوا اول 8 اسابيع هيخلصوا قبل بدايه كاس الامم الافريقيه، لان احنا لما نرجع من التوقف هنلعب 3 اسابيع، وبعدين عندنا التوقف بتاع بتاع بطوله العرب من 30 نوفمبر لحد 18 ديسمبر. ده لو المنتخب كمل لحد الادوار النهائيه لحد الفاينل، لو خرج بدري طبعا هتبقى التقديم بعد كده. معسكر ام افريقيا 26 ديسمبر 28 ديسمبر لا الاجنده 26 ديسمبر لحد اول فبراير، لحد 5 فبراير، وبعدين توقف عشان كاس العالم للانديه لمشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه في ابو ظبي، وبعد كده البلاي اوف في مارس. فاحنا نبدا نفتكر الدوري ونلعب كوره في ابريل وعليك خيره شهر 4 ربنا يسهل. لا شهر 4 يبقى عندك ان شاء الله مباريات دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه ان شاء الله، الاهلي سيمي فاينل مجموعات وسيمي فاينل. ف طيب نشوف هيخلص امتى الدوري ده. انا بشكركم شكرا جزيلا، شكرا استاذ محمد، شكرا استاذ خالد، شكرا استاذ عويس، شكرا استاذ حكيم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكره وحلقه جديده من البيت الكبير.